لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من صحيفة العربية الجديد، ونقرأ مقالا للكاتب أياد الدليمي عن الشراكة الإيرانية الأمريكية في العراق، حيث يقول الكاتب: بات من المعلوم بالضرورة أن هناك شراكة غير مكتوبة بين إيران وأمريكا لتقاسم النفوذ في العراق. تفيد بعض الوثائق بأنها بدأت حتى قبل احتلال العراق عام 2003 والغزو الأمريكي للبلد وإسقاط النظام فيه، وهو ما أشار إليه السفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليلزادة في كتابه السفير، والذي أشار إلى وجود لقاءات جمعته وقادت إيرانيين لتنسيق المواقف لإسقاط النظام العراقي السابق. يضيف الكاتب: أخيرا وجدت إيران في ظل الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة فرصتها من أجل فك هذه الشراكة، وذلك عبر تفعيل أذرعها المسلحة وتصعيد المواجهة مع الوجود الأمريكي في العراق. تريد إيران أن تستفرد بالغنيمة العراقية، تعبت بعد 20 عاما من الشراكة مع الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل ردة الفعل الشعبية العراقية على نفوذها والرافضة للوجود الإيراني، وهو ما تمثل جيداً في ثورة تشرين 2019، وقد اختلفت المعطيات بالنسبة لإيران اليوم. هناك نفوذ سياسي وعسكري قوي في داخل العراق، لا يمنعه من الاستفراد سوى الوجود العسكري الأمريكي والنفوذ الاقتصادي الأمريكي الذي تنامى خلال الأعوام الأربعة الماضية، وخصوصاً في ظل سيطرة الفيدرالي الأمريكي على كثير من مفاصل الاقتصاد العراقي عبر تحكمه في إيرادات الدولار الواصلة إلى بغداد. تشعر إيران أن الوقت مناسب لاستغلال حدث الحرب على غزة من أجل زيادة الضغط على واشنطن لدفعها إلى الخروج من العراق، غير أن هذا الطموح الإيراني ما زال يصطدم برفض سياسي واضح من أربيل، التي لطالما دفعت ثمن ذلك الرفض عبر سلسلة من الضربات الإيرانية لتغيير موقفها. معادلة صعبة حقا، قد تجبر العراق على خيارات صعبة، فكثير مما يصرح به قادة العراق السياسيون في العلن خلاف ما يضمرونه ويتحدثون به في صالوناتهم المغلقة، فهم يدركون جيداً معنى الاضطرار الأمريكي للانسحاب، وبالتالي هم يؤيدون حملة واشنطن ضد الميليشيات، إلا أنهم أيضاً يعتقدون أن الولايات المتحدة ليست صاحبة نفس طويل في مثل هذه المواجهات، وهو ما يجعل مواقفهم متذبذبة. نقرأ مقالا للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي بعنوان: العراق، هل التصعيد مقبل بعد الضربات الأمريكية الأخيرة؟ يبدو أن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا واليمن قد بثت الخوف لدى عواصم عديدة في الشرق الأوسط، فهي من جهة تترافق مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ومن جهة أخرى فإن الميليشيات التي تم استهدافها بتلك الضربات الجوية محسوبة على إيران وتشكل أذرعها الأقليمية ومجساتها في إحداث الاضطرابات في المنطقة. لكن يبدو أن طهران آثرت الاكتفاء بإدانة تلك الاستهدافات على الرغم من ادعائها قيادة محور هذه الفصائل في تلك البلدان، ويبدو أيضا أن هذا هو الاتفاق غير المكتوب بين الطرفين حتى لو استمرت الولايات المتحدة باستهدافها لهذه الميليشيات. على الرغم من انطلاق الرد الأمريكي على الميليشيات، لكن يبدو واضحا أن الولايات المتحدة تسعى لضبط هذا الرد بشكل يضمن عامل الردع، لكنه في الوقت نفسه لا يوسع نطاق هذا الصراع في المنطقة، كما أن حصر الرد بسوريا والعراق يعني بشكل واضح أن إدارة الرئيس بايدن مصممة على عدم الصدام مع إيران، فهذه الإدارة كما إدارة أوباما قريبة جدا من طهران،
فقبل واقعة 7 أكتوبر تشرين الأول كانت هذه الإدارة برموزها القوية مثل رئيس المخابرات ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية وكبار الدبلوماسيين كانوا جميعهم يراهنون على العلاقة مع إيران ويسعون لإرضائها بشتى السبل، كما أنهم صناع الاتفاق النووي معها. وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً موسعاً قبل 10 أيام عن النقاش الذي دار في مجلس الأمن القومي الأمريكي حول الخيارات التي أعدها البنتاغون للرد على هجمات الميليشيات، ويبدو أن النقاش كان حذراً جداً من أنه يجب أن يكون الرد سريعاً وقوياً في نفس الوقت، لكن في الوقت نفسه يجب أن لا يحرض إيران أو يدفعها إلى الدخول في حرب إقليمية مع الولايات المتحدة. ومن صحيفة المدى نطالع تقريراً بعنوان العراق في مراتب متأخرة بمؤشر الرخاء والازدهار لعام 2023، فقد تصدرت الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر الرخاء لعام 2023 والمركز 44 عالمياً، تلتها قطر الثانية عربياً وفي المركز 46 عالمياً حسب مؤشر الرخاء أو الازدهار التابع لمعهد ليجاتوم. ويصنف المعهد ومقره المملكة المتحدة 167 دولة، ويقيس عدة معايير أهمها مدى جودة الاقتصاد، سهولة ممارسة الأعمال، تحقيق الأمن والأمان، الرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة، كذلك أيضاً الحريات الشخصية. حسب التقرير، فإن نقاط الضعف الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكمن في المؤسسات، وقد تدهورت أكثر من غيرها في مجالات السلامة والأمن والحرية الشخصية والحوكمة، كما أنها تحتل المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة لكل من هذه الركائز. وقد شهدت المنطقة تصاعد الإرهاب والصراع والمزيد من القمع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتفاقم المسألة السياسية والقيود التنفيذية، ونتيجة لذلك تراجعت المنطقة أكثر عن بقية العالم، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول العربية والرابعة والأربعين عالمياً بقائمة مؤشر أكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً والسادسة والأربعين عالمياً، أما العراق فجاء في المرتبة 140 عالمياً والخامسة عشرة عربياً بقائمة مؤشر أكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023، وكانت اليمن أقل الدول العربية رخاءً وازدهاراً لعام 2023. نشر صحيفة الجارديان البريطانية مقالاً لصحفية نسرين مالك قالت فيه إن شيئاً غريباً يحدث نوعاً من الخلل، إن أساس الليبراليين الذين يرفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة أو وقف الدعم للهجوم الإسرائيلي لم يعودوا منطقيين، ويبدو على نحو متزايد أنهم يمرون بأزمة. وأضاف المقال الذي أن اللغة المشوهة والتصريحات المتناقضة أصبحت شائعة بين الشخصيات الرسمية. ووفقا للكاتبة، فإن هذه التناقضات تتجلى بشكل أوضح عندما يعبر السياسيون عن دعمهم المطلق لتصرفات إسرائيل، بينما يعبرون أيضا عن قلقهم بشأن المدنيين في قطاع غزة. هذا العجز الغريب عن الرد بشكل مناسب على العدوان الإسرائيلي له أهمية أكبر من مجرد غزة، فقد كشفت الأحداث هناك عن العيوب التي تعيب نموذجاً كاملاً للسياسة والافتراضات التي يقوم عليها إذا كانت الليبرالية غير قادرة على تقديم شكل أخلاقي ومستقر للحكم، فما الهدف إذن؟ وفي خضم هذا الصراع الدموي والمدمر تاريخياً، إذا لم تظهر الليبرالية أي قدرة أو رغبة في حماية الحياة المدنية والأمن الإقليمي وآفاقها الانتخابية، فإن ادعاءاتها المتعلقة بالمبدأ والكفاءة التي تحدد مهمتها تنهار. وعندما يصبح العالم الأقل أماناً
ثمنا مقبولا مقابل الولاء للحلفاء، فإن مطالبة الغرب بالسلطة باعتباره الوصية السياسية والعسكرية على القانون والنظام تبدو هشة على نحو متزايد وفق المقال. ونوهت إلى أن غزة أصبحت تعبيراً عن أزمة الشرعية بالنسبة للطبقة السياسية الأنجلو أمريكية التي ترأس أنظمة هشة بالفعل تقدم أقل وأقل لسكانها، والتي يتلخص عرضها الرئيس في أن البديل أسوأ. قد تبدو الأمور مستقرة، لكن تحتها تكمن مشاعر السخط المكبوتة بشأن تكاليف المعيشة وتقلص الحراك الاجتماعي والخراب الذي أحدثته الحكومات اليمينية التي لا يقدم الوسطيون حلاً حقيقياً لها. نشرت مجلة The Nation الأمريكية مقالاً لجاك ميركنسون علق فيه على التقارير الإخبارية التي تحدثت عن غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. قال الكاتب: لا يوجد خلاف بين بايدن ونتنياهو، انظروا لأفعال الإدارة الأمريكية لا أقوالها. ففي العالم الحقيقي لم تتوقف عمليات الذبح الإسرائيلي، ففي نفس اليوم الذي أقسمت فيه ABC نيوز بوجود تباعد بين بايدن ونتنياهو، كان عدد القتلى الفلسطينيين 10812، وبحلول 8 من شباط فبراير، وعندما أكدت نيويورك تايمز أن الأمور باتت سيئة بينهما، وصل عدد القتلى في غزة 27840 شخصاً. وزاد الكاتب أنه في العالم الحقيقي وأصل بايدن والمشرعون معه عمليات تسليح إسرائيل، وقامت القيادة الديمقراطية باستدعاء المشرعين في يوم لعبة سوبر باول للتصويت في يوم الأحد على رزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، والتي وصفت بأنها مساعدة أمنية. وفي العالم الحقيقي منع بايدن التحركات باتجاه وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، ورفض وضع ضغوط لإسرائيل كي توافق على واحد. ويؤكد الكاتب: لن يكون هناك أي أثر لغضب صديق في السر على حليف يقدم له الأسلحة ويعلم أنها تستخدم لارتكاب عنف، ولا يحدث هذا إلا في السياسة الخارجية. ويضيف أنه في الوقت الذي يحضر فيه نتنياهو لعملية عسكرية كارثية في رفح، وهي المنطقة المصممة كمحاور آمنة، يعبر بايدن عن عدم رضاه بدون العمل على وقف آلة الحرب. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. الآن وصلت القضية إلى خبزتنا، قضاء المشخاب معروف على صعيد العراق وللعالم، بل العالم كله.
يعاني المهجرون في شمالي قطاع غزة إلى جنوبها من نقص حاد في الغذاء، حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية، وتواجه مدينة رفح التي أصبحت ملجأ لعشرات الآلاف من المهجرين تواجه تحديات متزايدة في الحصول على الغذاء، وينتظر الأطفال والأهالي في الطابور عدة ساعات للحصول على بعض الطعام الذي عده متطوعون للعائلات الفلسطينية. ورغم الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 4 أشهر، يتشبث أطفال القطاع بحقهم في اللعب متمسكين بالحياة رغم القصف والبرد الشديد وندرة الغذاء والماء بعدما صار القطاع على شفير المجاعة الشاملة. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. سجل طويل من الاغتيالات المنظمة والأعمال العنيفة التي نفذتها وحدات المستعربين في محافظات الضفة الغربية كطول كرم وجنين ونابلس متخفين بالزي المدني. تختار عناصر هذه الوحدات بعناية لملامحهم العربية وإتقانهم للغة العربية، مما يمكنهم من الاندماج بسلاسة بين الفلسطينيين دون أن يكتشف أمرهم. يشار إليهم أحياناً بفرق الموت. أحدث تحركات وحدات المستعربين كانت في مستشفى ابن سينا بجنين، حيث استهدفت 12 جندياً متخفين بينهم 3 يرتدون أزياء نسائية واثنان بزي طاقم طبي، 3 شبان بمن في ذلك شقيقان كانوا يتلقون العلاج باستخدام مسدسات كاتمة للصوت. فما هي وحدات المستعربين التي باتت تشكل كابوساً لسكان الضفة الغربية؟ وما طبيعة ارتباطاتها الأمنية؟ أولى فرق المستعربين الإسرائيلية تكونت في الأربعينات كجزء من منظمة بلماح. تتركز مهمة فرقة المستعربين في الاندساس بين صفوف العرب للتعرف على قادة فصائل المقاومة، وتمكنوا خلال هذه النشاطات من معرفة الكثير من الأسرار وتنفيذ عمليات اغتيال واسعة. ورغم تفكيك هذه الوحدات لاحقاً، لم تتوانى المخابرات الإسرائيلية عن الاستفادة من خبرات أفرادها، إذ أرسل عدد منهم للتجسس في عدد من الدول العربية حتى أعيد تكوين جهاز المستعربين عام 1970 لتجنيد أفراده في صفوف الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة لقمع المقاومة الناشئة. وكان صاحب هذه الفكرة قائد المنطقة الجنوبية آنذاك أريال شارون. ومنذ ذلك الحين تشكلت 9 وحدات، 7 منها تخدم في صفوف الجيش والمخابرات واثنان في صفوف الشرطة وحرس الحدود. أبرز وحدات المستعربين: وحدة دوف دفان تنشط منذ عام 1986 تابعة للجيش الإسرائيلي، مهامها تنفيذ عمليات الاعتقال والاغتيالات. وحدة ياء ميمسين تابعة لحرس الحدود وتنضم إلى الجيش في أوقات الحرب وتنخرط مع الشرطة في أوقات الهدوء. تنشط في الضفة الغربية وتعد أحد تشكيلات النخبة التي تتعاون مع جهاز الشباك. وحدة متسادة تابعة لإدارة السجون الإسرائيلية وتعد واحدة من وحدات النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي، يقوم عملها على إنقاذ الأسرى الإسرائيليين وتحريرهم والسعي لإلقاء القبض على الأسرى الفلسطينيين الذين يحاولون الهروب من السجون الإسرائيلية، والقيام بمهام وحدات المستعربين والاندساس بين العرب وتجمعاتهم وقمع مظاهراتهم. نلقاكم بإذن الله.